مساء الورد حبيباتي، اليوم راح نسوي محلى بالمانجا وحلى المانجا مع محلى مع الحليب. هنا عندي جدرين نجيب صغار، هنا نحط واحد بي نحط بي المانجا لتر وملعقتين سكر كبار وطبعا ملعقتين نشا ونحركهم، وهنا نحط بالجدر الثاني كوب من الحليب باودر مع ملعقتين كبار نشا مع السكر، ملعقتين كبار السكر انتم مثل ما تريدون، ونزيد عليه مي حوالي كوبين ونظل نحرك لحد ما يسمك او يصير ثخين بهذا الشكل المحلبي والكاستر. نحط المحلبي والمحلبي نخليه لحد ما يبرد، بعدين نحط فوقه المحلبي المانجا ونقدمه بهذا الشكل حتى طلعنا نتيجة ناجحة. انا زينته بالرمان، طبعا ممكن تزينوه بالكيوي او تزينوه بحبات المانجا مثل ما تريدون، بس تستحق ان تقدموه للحبايب وللاهل، وعلينا وعليكم بألف عافية.